وأخيرا وبعد زهاء 6 أشهر من الجمود وبعد أسبوعين من المفاوضات التي قادها سعد الدين العثماني، وجدت الحكومة المغربية الجديدة طريقها نحو التعيين من قبل الملك محمد السادس، حكومة تتألف من 6 أحزاب مع وجود شخصيات غير حزبية أنيطت بها حقائب وزارات سيادية كالداخلية والخارجية والأوقاف والدفاع. ونحن نعتز بالثقة الملكية، وكنعتز أيضا بكون هذه الحكومة كتمثل أغلبية مما يعكس الإرادة الشعبية حقيقة. وإحنا حاولنا أخذا بعين الاعتبار التطورات اللي شهدتنا بلادنا أن نسرعوا في تشكيل هذه الحكومة. الحكومة التي تضم 39 وزيرا وكاتب دولة تولى فيها منصب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وللرباط السابق، بينما آلت الخارجية لناصر بوريطة مع تسجيل احتفاظ بعض الوزراء بمناصبهم كعزيز خنوش وزير الفلاحة، الحسين الوردي وزير الصحة، وحفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الأولويات هي أولا مواصلة الأوراش المفتوحة، لأنه كانت هناك عدد من الأوراش المفتوحة التي تتعلق بالإصلاحات الكبرى، الإصلاحات الماكرو اقتصادية اللي يعني بالحلبات مجموعة من الأثار ديالها. هذه الإصلاحات الماكرو اقتصادية تاع الحلب بد أن تكون لها كذلك ثمار اجتماعية لمسؤول المواطن. وتبقى أهم التحديات التي على حكومة العثماني مواجهتها هي مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأولها تغيير النموذج الاقتصادي الحالي المعتمد على تشجيع الاستهلاك الداخلي بنموذج يقوم على تشجيع المنافسة والتصدير ومواجهة المطالب الاجتماعية والتحديات الخارجية، وفي مقدمتها نزاع الصحراء وتعميق التعاون الإفريقي عبر تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول الإفريقية. إذن وبعد تعيين الملك محمد السادس لحكومة العثماني، يأتي الدور على البرلمان لمنح الثقة لهذه الحكومة التي سيتدبر وزراؤها الشؤون المغربية على مدى 5 سنوات القادمة. المصطفى العسري، قناة الإخبارية، الرباط.